مش فاكر. ماشي. سمعي. اوكي سيارة. تقدر تاخد اللي انت رايحش؟ ليش؟ لا ما اقدر. صدقيني سيارة. عندي شغلة ناسيها. ممكن؟ أنت وين رايح؟ ناسي شغلة فوق. ممكن؟ إن شاء الله. لو سمحتي. إن شاء الله. تفضلي. إن شاء الله. يبا ما خلصت للحين؟ يلا. يبا تعبت بالوقفة. يلا يلا يلا. ها؟ سيارة؟ يلا عاد قولي يدي. يلا. الله يخليك لها يا عمي وتشوف عيالها عيالها. الله يحفظك شهيبة ويسعد قلبك مثل ما سعدت قلبي. قولي وانا عمك، ايش خاطرك فيه؟ ايش اللي تبينه امري بس. ابي بس رضاك علي. كل الرضا يا عيبة أصيلة، عسى الله يحفظك. يقدر. يلا قولي. شوفه 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 نسخة شمك طالب. لا 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 لا. يعني تشبهني؟ عدل. ها؟ يلا يلا قومي قومي قومي. قومي كسر البيت هذا كله قومي. يا حلو ها. هلا هلا. اي اي تبي تقوم لك شوف 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 تعرف يدي يا عمري والله. يا حبيبتي. ماجد؟ ماجد؟ نعم. ايش قاعد تسوي الماكينة معك؟ يعني ماسك ماكينة حلاقة واشغلها واسكرها، فانت شنو قاعد اسوي؟ يعني اكيد قاعد تشيك على الشحن. انزين ايش رايك نحلقك شعر سوسو؟ عشان اذا كبرت يعني يصير شعره طويل وثخين ايش حالاته؟ حلق شعرها؟ لا اتغشمر معاك يعني شنو ناوي تطقم انت وبنتك بتصيروا انتوا الاثنين قرعان وانا الوحيده اللي عندي شعر؟ لا اذا بتحلق لها انا بعد بحلق شعري. بنصير مثل قصص قبل تذكرهم الثلاثه القرعان. شمس من بنات القرعان؟ لا بلا صح اي منهم. ماجد هاي وين رحت؟ يلا زين استاذن انا عندي شغل. زين عافيه بسالك سؤال شيء صغير. يلا هذه قاعده خاطري يعني. تفضلي. من زمان اساله. انت قبل صورك يعني انت صغير شعرك شيء ثخين وحلو يعني حلو وايد حلو، وحتى لما سالت خالي يعني قال لي ان شعرك يعني طبيعي يعني حلو، انت ليش تحلقه يعني كله صفر صفر؟ ليش؟ اكرهها ما احبه يضايقني. ارتحتي؟ ممكن اروح اغير هدومي عشان عندي شغل؟ والله ولعت عليك ام وايد يا ماجد. حبيبي انت تولي عليك العافيه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبك. الا ما قلت لي ليش جايب روحك ما يبت سلمى معك؟ يبا سلمى قاعده اليوم من الصبح مجابله على المطبخ. قالت عشان عمي فاضل لما ياكل من يدي. ما قلت له اني اول شيء بشوف ابوك بعدين بشوفه. ابوي؟ يبا ابوي معسكر عنده انت من صدق؟ نساني اصلا، نسى انه عنده ولد. على قولتهم ما عز الولد الا ولد الولد. للحين ما نسيتها يا ماجد؟ ماني قادر انساها. شمس ماني قادر اشيلها من بالي. وزوجتك اللي تحبك اللي بالبيت وبنتك المسكينة ما فكرت فيهم يا ماجد؟ فكرت شو ما فكرت؟ مو شايف حالتي؟ مو شايف ايش كثر تعبان؟ فاضل افهمني المفروض انت تفهم بس. زين هدي هدي ترى انا قاعد اناقشك مو عشان تتنرفز، انا قلبي محروق عليك
وخايف على بيتك ومستقبلك يا اخوي. حاضر حبيبي، انت قد انك تحبني وقد انك تعزني وقد انك خايف علي وقد انت كل شيء، بس لازم تفهمني، ما عندي احد بالدنيا هذه اسولف له الا انت، ما عندي احد بالدنيا هذه كلها افتح له قلبي الا انت. حس فيني شويه. هلا يا اخوي، انت هدي وهدي وان شاء الله الامور طيبه. لا تعاتي لا تعاتي. ايوه لا 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 تبكي حبيبتي. تعال تعال. بسم الله. لا 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 لا، ايش حقي بغديك وياي اليوم؟ بغبي اتغدى وياي. يلا يلا بالعدال 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 بالعدال. اشرب يا حبيبي، تعودي على قلبكم. يلا يلا قواك الله. يلا يبا تفضلوا، حياكم. حياك. تسلم ايدهم سلمى على الاكل. قلت لك مو هي اللي طابخه. من اللي طابخ؟ سلمى. لا سلمى طابخه حاله استثنائيه هذه. قايله اليوم عمي ما ياكل من ايدي. لا الاكل اجباري اليوم. زين ما قلت لي يبا فاضل، ايش ناوي تسوي؟ بصراحه عمي فكرت اني اقدم اوراق بوزاره الصحه. ونفس الوقت اتعين بين مستشفى. وبيني وبينك هم فكرت اني اقدمها واخذ ترخيص افتح فيه عياده. واشتغل على راحتي بالعياده. عكس هذه فكره وايد زينه. وايد دكاترة يداوموا في المستشفيات وعندهم عيادات خاصة، بس عاد لازم تختار الوقت المناسب وتختار لك المكان المناسب وتفتح لك عيادة خاصة، بس أهم شيء عاد إنك أول شيء تداوم في مستشفى حكومي وعقبها عاد تتفرع على راحتك حق العيادة. والله خوش فكرة يا عمي، إن شاء الله. وإذا تبي أي شيء ترى أنا حاضر. لا ردك إلا أساعدك. أدري إنك ما تقصر يا عمي. تستاهل تستاهل. يلا سموا. يلا بسم الله بسم الله.